قتادة قوم يا بعد عيني، قوم أذن المغرب وانت للحين نايم. أوخ شلون راحت علي النومة كذي؟ بسم الله عليك، كثرت من هاللبن عقب الغدا وازدحك مرة واحدة بعد عمري. قتادة وينه؟ شوفه وعلي قاعد يدرس بالحوش عشان يخلص ويروح يلعب عند نبيل وابو نبيل. ايش عنده ويا نبيل وهذا والعياذ بالله منه؟ كم مرة قايل لك لا يطلع وياه؟ السباي مايا ولبسه يفشل لبس بنات. ويا ابو قتادة حرام عليك، توهم صغار ونبوا لها لمدلعينة شوي، ما فيها شي ترى، احنا بهالبيت بس اللي ناقصنا الدلع. انت لو تشوف ابو نبيل شي يسوي حق ام نبيل؟ شلون يعني؟ تبيني كل يوم اجيب لك وردة؟ هذا اللي ناقص، ولا تبيني اقضب لك الباب والعياذ بالله وخليك تطوفين قدامي واقول لك ليديز فيرست؟ خسيتي وش فيها عاد يا بعد عمري؟ وش فيها لو تسوي لي كذي؟ ماني مرتك ام عيالك ولين؟ عشان حملت ويابت عيال تبيني ادلعها؟ تعي بس خلتنا كل سنه تحمل بطنين وتولد فيك البطن اثنين او ثلاثه بعد، اللهم بارك وزيد. هل تبين ادلعها هذه بعد؟ هو 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 يا حافظ، عاد يا ابو قتاده سويتني انا مثل الاسخاله. طيب يا قتاده هو مثل التيسك قاعد ياكل قراطيس، تقول اللي يدرس وامه مسخله بعد ها؟ والله اذا هو تيس عيلك يدبو تيس عود. بابا مال مشعل، احنا ليش نطلع من بيت مولتنا داخل رميسية ونروح حقت منطقة سليبية؟ يا مشعل انا قررت اصير بدوي خلاص، ما في اذوني نقطة من المياه. انت من سجج تبين تصيرين بدوية؟ لازم الواحد يرجع على اصله ويستعيد الماضي. شبالات يا مرة يا مرة يا مرة، انت ما يجي من حزارة بدوي لا تصيرين كذابة، انت يجي من آزار خزر. بابا خليني ساكتة. وشو افايد العلم؟ انا هبدوي اصلي، وإلا من اين تأتي الي هذه اللحية الغانمة؟ الحين انت اهت لحية تقدرين سرعة تصيرين بدوية، الحين انا شلون تصيرين بدوية؟ اتحقين انسات يا مشعل، هات هات البقرة لبسي وتصيرين بدوية. يا ويلتي ويلتو، انا يصير بدوية الحين؟ الله بعد عمري انت. احلى شيء لما هالواحد يرد حق أسلع. انت شنو يبي حقت غدا؟ يسوي انا مفتاح ولا حمارة مشوية؟ حمار؟ من هلج الحمار يا ام مشعل؟ موجودة برا. مو حمار يا ام مشعل، اسمه هوار، هذا نذبحه لما مخان بياض زيف اضيوف يجونه يا ام مشعل. تبين مكبوس حمار مع زبارة ما فيها؟ لو تاكل لك اسيدة مو احسن؟ والله والله انك اسيلة يا ام مشعل.